وبعدين انا بدلت منها الحقوق، وقلت انا هثبت منها، هثبت نفسي فيها وكده. وكمان يعني مش عشان ما انا دخلت الكليه اللي انا مش عايزاها اللي انا خلاص يعني الامل ضاع، لا بالعكس، انا دخلت حقوق وثبت نفسي فيها جدا وجبت امتياز، مع ذلك خدت برضو الدبلومات. مع ذلك برضو كان ما عشان انا حابه شغلانه البشره، الشعر، اي حاجات، اي مشاكل في الجسم كده انا بحاول انا اعالجها وعندي مشاكل ليها، فعندي الحل بتاعها يعني وكده. فقررت افتح بيوتي سنتر. الافكار جات لك ازاي؟ هي اول حاجه اللي انا ابتديت ان انا اخترع حاجات، ابتديت ان انا اعالج يعني في ناس كتير امشي معاهم ايه كده. اللي خلاكي اصلا تفكري انك تخترعي حاجات خاصه بالجسم او بالبشره او بالشعر؟ يعني كان في مشاكل واجهتك خليتك انك بتفكري في حلول هي لحياتك؟ اول حاجه، اول مشكله قابلتني يعني مثلا زي حاجات التخسيس دي، ليه بقى؟ عشان انا اصلا كنت في الاول انا تخينه جدا، وكمان رحت لدكاتره كتير وعانيت كتير ومحدش عارف، وقال لي لا انت مالكيش حل انت تخسي اصلا. مع ذلك انا حاولت مع نفسي كتير وابتديت ان انا اشوف حاجات، وكمان انا بشرتي اللي هي ابتديت بقى ان انا اطلع حاجات للبشره، حاجات للشعر. انا شعري كان لما انا خسيت ضعف انيميا وكده ونزل، ابتديت لا ان انا اكون حاجات للشعر واعمل حاجات كتير، وابتديت ان انا اطلع زيوت. عشان كده حبيت البيوتي سنتر وحبيت فكره البيوتي سنتر، مع ان في ناس كتير جدا وقفت لي في وقالت لي ازاي تفتحي بيوتي سنتر وانت بتدي دروس للاطفال وكده، بس مع ذلك بلاش نسمع كلام الناس تمام، عشان الناس طبعا هي عندها امل ليها توقع عن توقع الدنيا كلها. فقررت افتح البيوتي سنتر، ومع ذلك بالفعل فتحته، وبالفعل برضو مشيت في حاجات كتير وخسيت بالفعل، والتجارب بتاعتي نجحت، ودلوقتي في ناس كتير متابعه معايا، مش لازم ان اللي هي حاجات طبيعيه وحاجات من البيت، حاجات بساعدها فيها اللي هي تخس فيها وتعمل ايه، حاجات ما بتخليكيش تاكلي، حاجات للبشره، وكل باذن الله حاجه ناجحه، كله ناجح فيها. طب أميرة، يعني انت اللي خلاك تفكري في علاج للتخسيس وعلاج للبشرة وعلاج للشعر كان بسبب ان مشاكل واجهتك، فانت حبيتي تدوري لها على حلول غير تقليدية، غير العمليات، غير أكيد اليأس، غير أكيد الإحباط؟ أكيد، لأن أنا كنت تخني دوت كان فوق 100 كيلو، فإزاي اللي أنا أثبت نفسي أنا أنزل ده كله؟ فده كله في ناس كتير بشرتهم، فانا حاولت ان انا اساعدهم، والناس دي قرايبي. ناس كتير عندها في الخسسان وكده ومش عارفه تتخن، فانا برضو بالفعل ساعدتهم، وكلها حاجات من البيت وحاجات طبيعيه جدا. مين كل حاجه، اهم حاجه ليها اراده. مين بقى اللي بيشجعك على ان ارادتك تبقى قويه بالدرجه دي؟ طبعا اللي بيشجعني والدتي ومامتي في البيت، دمت اكتر ناس مساعديني جدا، وهم اهلك، والدك اهلي ووالدتك. اكيد ومهما يعني بطلب منهم كذا حاجه ما بيقصروش معايا، هما اكيد يعني عنصر حلو اللي هما مشجعيني واللي هما خلوني كده. تمام. طيب دلوقتي انت بتنظمي وقتك ازاي ما بين انك في كليه حقوق زي ما قلتي وعندك بيوتي سنتر خاص بيكي وكمان عندك سنتر اللي هو اخصائيه التخاطب؟ يعني تمام، انت اللي ماسكه فيه كل حاجه. أيوة طب وقتك تمام. بقى بتنظمي ما بين كل ده انا ازاي؟ عموما اول حاجه ما بحبش حد يساعدني في شغلي، عشان انا تمام. جربت حد يساعدني في شغلي وحصل مشاكل كتير في شغلي، فانا عندي يومين بذاكر فيهم بجد، تمام. اليومين دمت لنفسنا عاملاهم لنفسنا، دول خاص بالكليه، دول خاصين بالكليه بتاعتي، عشان برضو كان ما انساش، عشان ده المؤهل بتاعي الاساسي وعايزه اثبت نفسي فيه، لاني عايزه اطلع حاجه منه حلوه كويس. عندي يعني عندي 3 ايام ولا 4 ايام في الاسبوع ساعات بدي فيهم الاطفال الصغننه تاسيس، تمام. عندي بعد الساعه 5 بفتح البيوتي سنتر، لان اي بيوتي سنتر اكيد بيفتح وقت متاخر، فانا منظمه وقتي على كده. هي ما فيش حاجه صعبه، المهم الاراده وتفكير، والمهم تركزي شغل، تركزي كويس في عملك، وطبعا اهم حاجه اللي بيساعدوكي اللي هي ماما ووالدي، مديني عنصر اساسي اصلا في حياتي، وربنا يخليهم لي يا رب. يعني يا اميره، انا عايزه بس سؤال، دايما الناس اللي بتقول لك انا بنظم وقتي ماشيه من الساعه كذا بعمل كذا، ويوم محدده يومين، 2 للجامعه، يومين لشغل، يومين، بيقول لك لا ده في روتين وانا مش حابه الروتين وحابه ان اغير والوقت أيوة. وتنظيمه. بصي مش اهم انت بقى حاجه، اهم حاجه اللي انا احب حياتي، اللي انا احب دراستي، اللي انا احب حاجه اثبت نفسي فيها. تمام. شغل بقى اللي يقول لك ده كتير، لا ده الدروس دي كتير، لا ده المذاكره كتير، ما فيش حاجه اسمها كتير. انت عندك كام عندك سنه يا اراده؟ اميره؟ انا عندي 20 سنه. 20 سنه وما شاء الله، يعني كميه الحاجات دي كلها. يا بصي انا قلت لك برضو دي كلها اراده، دي كلها محبه لدراستي، دي كلها انا عايزه اكبر نفسي، وطبعا ده كله عشان افرح والدي بيا، انت فهماني؟ هي دي كله انا شغاله عليه كده، اللي بيخليني ادرس، اللي بيخليني لاني تشجيع ليا، وهو ما قصرش في حاجه معايا. مين بيساعدك ماديا في فتحت البيوتو سنتر وفتحتي مركز التخاطب؟ هي اكيد والدي،
لاني انا بطلب منه كل حاجه فبيعملها لي، حتى لو هو مش قادر عليها لا بيعملها لي برضك. بس هي بتبقى افكارك وفي الاخر برضه اجتهادك انت شغلك كله. أيوة. واهم حاجه لازم نثبت نفسنا في الحاجه، هي مش يعني معلش مش يا دوب انا فتحت بيت سنتر، طب مين اللي هيقف فيه؟ مين اللي هيراعيه؟ طب ما ممكن يكون مشروع فاشل، انا مش انا مش فاتحاه مش هعمل فيه حاجه. مع ذلك لا، انا لازم ان انا اجتهد فيه، احقق يعني اخلي الناس اصلا مبسوطه مني، اعمل شغل كويس واطلع شغل كويس، مش يا فرحتي انا فتحت البيوتي سنتر وخلاص. لا لازم، ومش عشان فتحت بيوتي سنتر اسيب كليتي، لا انا دراستي برضو شغاله كويس جدا وبامتياز، يعني انا بحصل على امتياز على طول، حتى في الدبلومات امتياز برضو واخده كاس فيها. فانا عشان انا حابه شغلانتي وحابه حياتي وحابه دنيتي كده. تمام. احنا دلوقتي معانا الشهادات الدبلومات اللي انت اخدتيها، انت قلتي لي اخدت شهادات في دبلومات ايه وايه بقى؟ واخده اخصائيه تخاطب، صحه نفسيه، واخده تعديل سلوك، ومعايا برضو كورس تحاليل. دي انا اخدته كده اللي انا كنت بقول ان انا لو اشتغلت في معمل ولا حاجه وكده. مع ذلك لا انا اخدته برضو لاني ايه، انا برضو وقتي عشان ما اللي انا ايه دماغي وكده، فانا قسمت نفسي على كده اخصائيه تخاطب وكليتي عشان ما انساهاش. ده المؤهل بتاعي الخاص، لو حد جه قال لي انت معاكي مؤهل ايه، لا ده انا معايا مؤهل خاص وباذن الله هثبت نفسي فيه. انا معانا الشهاده دي، قلت لي شهاده واخدها فين؟ اخصائيه تخاطب وصحه نفسيه. يعني انت دلوقتي برضو اهم حاجه عندك كليتك اللي هي حقوق، اهم حاجه دي برضو بتثبتي نفسك. أيوة. فيها لان ده المؤهل بتاعي الاساسي. ما هو انا واخده دبلومات ومجتازه فيها وباذن الله شغلي انا شغاله تمام فيه لان انا حابه شغلي، فاهمين؟ بس كليتي الاساسيه برضو حقوق. مؤهلي العالي مجتهدة فيها يا اميره ولا كليه والسلام؟ لا كليه والسلام دي غلط، يعني مش عشان ما انا خدت كليه حقوق انا مش عايزاها اهملها، لا لا بالعكس جدا انا مهتميه بيها جدا وبجيب امتياز فيها جدا. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله بجد. فهو يعني لاني في بنات كتير متحطمه اللي هي ما دخلتش الكليه اللي انت اللي هي بتحبها، لا في دخلوا الكليه اللي انا عايزاها بس ما حققوش اللي انا حققته في كليه اللي انا مش حباها. طب وبالنسبه للدروس اللي انت بتديها والتخاطب، بتعرفي تتعاملي مع الاطفال ولا شايفه ان الموضوع صعب؟ لا بعرف اتعامل مع الاطفال وبحب اتعامل الاطفال جدا، لازم ان انا انزل بدماغ الاطفال، لاني لو الاطفال انا حكمت دماغي اللي هم يطلعوا لدماغي مش هيعرف يتعلموا حاجه، لازم تنزلي لدماغ الاطفال اللي قدامك. بتفكري في ايه جديد بعد يعني بعد الكذا حاجه اللي انت عملتيها مختلفه عن بعضها دي، بتفكري في ايه جديد بقى؟ هو باذن الله اللي انا اكبر في شغلي، وانا في زيت بعمله حاليا، بس طبعا هو زيت للانسات، طبعا الزيت ده تكبير الصدر، ده كله اعشاب طبيعيه، وطبعا انا بخلصه وباذن الله هيخلص، وبقى يعني هو ايه مستني قرار من وزاره الصحه اللي هو ينزل. تمام. وباذن الله ناخد القرار وينزل باذن الله. هو ده كله اعشاب طبيعيه جدا، كلها حاجات مضمونه، ولا فيها كورتيزون ولا فيها سيليكون ولا فيها الحاجات دي كلها عشان دي اعشاب. وفي ناس كمان يعني انا خليته حد من عندي يجربه كويس جدا، واحسن حاجه اللي هو اعشاب طبيعيه ولا مضره للجسم ولا اي حاجه، بس طبعا مش هينزل الا بموافقه وزاره الصحه. انا طبعا سمعت انك بتجهزي الزيوت تانية خاصه بالبشره وبالشعر برضو. ايوه. الموضوع ده كلام على ورق ولا انت بالفعل يعني بداتي بالتنفيذ وبداتي بالتجربه وماشيه في الاوراق وفي التصريح؟ لا اللي هو كلام وخلاص. لا لا انا ماشيه فيهم فعلا، انا عملته فعلا وماشيه فيه، هو ناقص لي فيه حاجات بسيطه، وطبعا الحاجه الاكبر ليا يعني باذن الله موافقه وزاره الصحه عليه بقيه الزيوت. يعني انت أيوة. عامله كذا حاجه. ايوه 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 فعلا. يعني انت في البدايه اللي وصلت لكل ده انك تهتمي بالتخسيس وتهتمي بجسمك وبشرتك وبشعرك، كان البدايه خالص اللي هو انت كنت كان وزنك زياده شويه؟ ده انا كان وزني فوق ال 100 كيلو. ما شاء الله. ودلوقتي؟ لا دلوقتي حاجه و70 كيلو. ما شاء الله. يعني انت في يعني في يعني انا عايزه دلوقتي برضه افهم يعني المشاهدين يبقوا معانا في الصوره، اللي هو انت اميره كانت حاجه يعني 100 وحاجه كيلو صح؟ ده كان سبب اساسي في ان انا تهتمي بشغلك؟ اهتم بشغلي واهتم بحاجات الجسم، لان في ناس كتير جدا بتعاني من السمنه. صح. وفي ناس كتير جدا بتعاني من النحافه. وانت رحت للدكاتره بالفعل وقالوا لك لازم عمليه؟ رحت للدكاتره كتير، في برشام وفي حاجات، وبصراحه انا ما حبيتش البرشام. لاني ما فيش يا جماعه بجد الانسات غلط عليهم البرشام جدا. فانا ما حبيتش البرشام. انا ابتديت اعمل في تركيبات كتير منزله على الجروب بتاعي اميره مجدي ميك اب ارتست، ومنزله تركيبات كتير طبيعيه للبشره للجسم للنحافه للسمنه وكده. الحاجات دي انت مجرباها بنفسك؟ مجرباها بنفسي، ما بنزلش اي حاجه لما بكون مجرباها، وما بنزلش اي حاجه على الجروب لما اكون مجرباها.
فهي دي احسن حاجه، واللي خلاني اهتم بموضوع التخسيس قوي اللي انا كنت كده وبقيت كده. يعني بجد انا بشكر اهلك ان هم قووكي وكانوا سبورتي ليكي في كل اللي انت وصلتي له ده. لا ده تعبوا بجد. كتير، لا تعبوا كتير معايا بصراحه. وانت يعني انت برضو مهما كان انت تعبتي تعب، يعني انك 100 وحاجه كيلو وتوصلي للسن للوزن اللي انت فيه دلوقتي مع جامعتك مع البيو سنتر مع السنتر الدروس مع الحاجات اللي انت بتخترعيها في الزيوت والحاجات دي، فما شاء الله. هي دي كلها اراده. بصي انت لو انت حابه شغلك، لو حابه لو حابه الحاجه اللي انت هتعمليها والله هتعمليها. انا سمعت كلام من الناس، اول كلام اللي انا تخينه ومش هتخسي وده كله، ما احطش كلام الناس في دماغي. انا لو حطيت كلام الناس في دماغي مش هروح ولا هاجي. صح. عملت البيت سنتر، اول ما عملته قالوا لي انت ازاي مدرسه وبتدي دروس وفاتحه وجاي تفتحي بيت سنتر. يا جماعه التكبر حاجه وحشه، انا ذات نفسي ما بحبوش. ايه المشكله بيت سنتر؟ ما بيت سنتر انا هخترع فيه حاجات وهعمل فيه حاجات وانا حابه الشغلانه دي خلاص. يعني كلام الناس ما قصرش معاكي؟ لا، وطبعا ده كله بتشجيع بابا ليا وماما. كلام الناس دوت بصي يعني معلش في الكلمه وفي اللفظ تحت رجلي. بس مهما كان في طاقه سلبيه كبيره عليكي كتير، وكان في احباط كتير من يعني كتير من ناس كتير حواليكي كتير كتير جدا ومن اقرب الناس ليا. انا في ناس كانت قرايبي وكده كانوا بيعدوا عليا، انت ازاي معاكي دبلومه كذا ودبلومه كذا وكليه كذا وفتحه كذا وفتحه كذا. بالفعل كنت بسمعها في ودني. بس عادي، انا لو انا حطيت دماغي في كلام الناس، لو انا حطيت انا دخلت كليه الحقوق دي الكل فضل يقول لي انت ما لقيتش لك الكليه دي وادخليها، ما لقيتش لك الكليه دي وادخليها. بس انا اقنعت نفسي ان انا لازم اثبت حاجه فيها عشان يقولوا لا ده هي كويسه. لاني والله لو اي حد اي بنت او اي شاب سمع كلام الناس مش هيروح ولا يجي، فعلا هيتحطم. لكن انا بثبت نفسي في الكليه بالفعل وامتياز بالفعل. انا حاطه في دماغي ابقى دكتوره مستشاره فيها. كليه الحقوق مش وحشه، ما اللي يقول لي كليه انا كنت داخله كليه عاليه بس انا مش حابه الكليه العاليه دي، ففعلا دخلت كليه الحقوق. انت اخترتي في الاخر الحاجه اللي هتخليكي تعرفي توفقي ما بينها وما بين حاجات تانية. أيوة. انت حباها كتير، والمحاماه دي حاجات كتير جدا على فكره. انا لما خدت كورس التحاليل دي جالي شغل في شركه الادويه بتاعت القاهره قطاع عام. بس انا قلت لا انا كده هظلم نفسي. لان انا معلش هقعد فيها من الساعه 5 يبقى انا كده ضاع عليا دروس، ضاع عليا حاجات كتير. لكن لا انا هخلي الشهاده وايه اهتم بالشغل اللي في ايدي اللي هو التخاطب وبيت سنتر. برافو عليكي بجد، يعني برافو انك كمان ما يعني اي حد تاني كان هيستسهل ويقول ما هي وظيفه وخلاص. لا مش وظيفه وخلاص، انا اهم حاجه الاهالي اللي بتيجي تدعي لي، اهم حاجه الاطفال اللي بيحبوني اللي بيشوفوني في الشارع. عشان اولا حكايه الضرب دي انا ما بعترفش بيها. لا انت ممكن تمنعي من حاجه بيحبها. اي طفل مش بيحفظ، اي طفل عنده مشكله، اي طفل بيعاند مع مامته، فكره الضرب دي انا بشوف ناس بتضرب اطفالها مش هقول لك ازاي. حته الضرب ديت حاجه وحشه، انا ممكن امنع الطفل دوت من حاجه بيحبها. طب انت دلوقتي برضو محتاجين منك توجهي رساله بما انك اخصائيه تخاطب يعني الامهات اللي بتسال ازاي يتعاملوا مع اطفالهم اللي ما بيذاكروش او استيعابهم بطيء نوعا ما، بما انك مريتي بالفعل على حاجات زي دي. تمام. اول حاجه في اي طفل في اي طفل مفيش حد يا جماعه مخلوق بيتعلم ولا مخلوق ذكي. احنا اللي في ايدينا نعمل كده، واحنا اللي في ايدينا نحبب الطفل اللي قدامنا في الدراسه، واحنا اللي في ايدينا نحبب الطفل اللي قدامنا اللي هو يحفظ. فبالتالي انت بتدي، انت لو عملت كذا ده انا هجيب لك الحاجه اللي بتحبها كذا. انت بتبتدي تشوفي الحاجه اللي بيحبها جدا بتبتدي تضيعها من ايده. مثلا في طفل عايز اروح اجيب حاجه، امنع الفلوس. امنع الفلوس كده هيبتدي يذاكر. لازم انت تشجعيه بالراحه، لازم انت تشوفي ايه الحاجه اللي بيحبها وتعمليها له. حته الضرب دي اول حاجه ممكن تاذيه، اول حاجه ممكن خبطه تيجي في اي حته في دماغه في اي حته في جسمه يتضرب بسببها. ممكن يكون ايه، ما هو الطفل يتضرب مش هيأثر فيه بعد كده. يعني تقترحي اللي هو العقاب يبقى في حاجه هو حاببها بس. أيوة. بدل الضرب والشتيمه. أيوة. والكلام السلبي اللي بيتقال يعني اللي انا مثلا على نفسيته. أيوة. اصلا دي حاجه غلط، ده بيأثر على نفسيه الكبار مش هيأثر على نفسيه الطفل صغير. صح. لا انا ممكن انا بعمل ايه بعمل ايه في الاطفال اللي عندي، انا ممكن اجيب لهم هدايا، شهادات، ميداليات عليها صورتهم، بالنسبه لهم دي طفل في حاجه كبيره. بعمل ايه، انت لو انت جيت كاتب الواجب وحافظ هتاخد الحاجه دي. فعلا بيجي تاني يوم كاتب الواجب وحافظ وبيقرا وتمام وتمام. انا عندي الاطفال حافظه الكتب كده، اصغر طفله ما دخلت يعني في الحضانه حافظه كتاب الانجليزي بسم الله ما شاء الله عليها ما شاء الله. طب انت يا اميره فتره الكورونا يعني بما اننا الدروس كانت ملغيه وحتى
اماكن البيوتي سنتر والحاجات دي برضو كانت المفروض مقفوله، يعني ال3 شهور او ال4 شهور اللي فاتوا كانت كل حاجه تعتبر مقفوله. يعني انت مشيت معاك ازاي؟ هي بصي الدروس انا ما اقدرش افتحها لان انا بخاف على الاطفال، ما فتحتش الدروس دي. البيت سنتر المفروض ان الحظر الساعه 5، انا كنت بفتح شويه بسيطه. طبعا السنتر متعقم، اللي بيدخل معقماه، اللي خارج معقماه، انا ذات نفسي معقمه، فانا كنت شغاله في دوت. ثانيا انا والدي برضو ومامتي خايفين عليا، يقولي لا ما فيش خروج، لا ما كده، فانا كنت دايما اقعد في البيت ادعي ربنا ان الوباء يترفع. دي كان اكتر حاجه اللي انا بعملها. بس برضو مهما كان شغلك وقف يعني نوعا ما كتير. ده مش انا لوحدي، ده شغل الدنيا كلها وقف. بس معنويا انت لسه؟ لا معنويا ما فيش حاجه يا جماعه بتتحطم، ربنا بينزل حاجه، بينزل لك حاجه اكيد هيجيب لك اللي احلى منها. صح، ربنا ده بيقول لك يعني ايه، هو هيديكي حاجه اكيد، هو مش مديهالك كده، لا مديهالك عشان دي بتاعتك وانت تحققي امال فيها. مش في ناس بقى يعني استغفر الله العظيم تقول انا ربنا ما بيحبنيش، انا ربنا دخلني الكليه ديت وهو، طب ليه دخلتني الكليه دي؟ لا، في حاجه اسمها الحمد لله. انت عارف انا مستقبلي فين، او بمعنى اخص انت يا رب عارف دنيتي ايه، وانت عارف لي الاصلح ليا، ففي حاجه اسمها الحمد لله. الكلمه دي فعلا ادتني كتير. انا اول ما دخلت كليه الحقوق درست في الدبلومات، اديت دروس كل الامهات. انا في الكورونا دي كل يوم الامهات تتصل، ابلة اميرة انت هتبدأ امتى، ابلة اميرة انت هتبدأ امتى. يعني الاهالي عامه، الاهالي اصلا بيطلبوا مني، الاهالي بتحبني جدا لدرجه اللي هي بتعتبرني اختهم، مش مدرسه الاطفال لاطفالهم، هم اللي كانوا بيسالوا على طول. انا ما كنتش بس اول ما قالوا القرار اللي فيه دروس خلاص هتفتح، قلت لهم يا جماعه بصوا، قعدوا الاولاد في البيت لحد ما اتاكد انا من القرار ده. تمام كده، لاني انا مش عايزه اخاطر بحد. وكمان هم جم نزلوا مره يوم واحد، قعدت بين كل واحد وواحد مسافه كبيره، وفي الاخر قلت لهم يا جماعه ما تجوش تاني عشان انا مش ضامنه ايه اللي يحصل لكم، عشان انتوا اطفال ومعلش انتوا مش داخلين جامعه لحد ما انا اتاكد من القرار، وما تخافوش. حتى الامهات اتصلت قالت ده نسيوا المنهج اللي انت حفظتيه كله نسيه. قلت لهم انا عارفه انا بعمل ايه، انا ممكن ارجع لهم المنهج ده، انا عارفه انا بعمل ايه. عيالكم ما تخاطروش بيهم. برافو عليك يا اميره بجد، يعني برافو والله، انا فخوره بيكي جدا وعلى اللي انت بتعمليه. هو ده كله برضك تشجيع من والدي ووالدتي، ربنا يخليهم لك يا رب. هم اكيد دلوقتي فخورين بيكي وبالمكانه اللي انت وصلت لها. اكيد اكيد، هم تعبوا بصراحه معايا كتير، يعني تشرف ليهم والله. وانا يعني لسه في سن 20 سنه، يعني ان شاء الله بعد وقت صغير جدا هنلاقيكي في مكانه اكبر بكتير قوي من المكانه كمان اللي انت موجوده فيها حاليا. ان شاء الله ان شاء الله. طيب بقى تحبي تقولي يعني رسالتك ايه للشباب اللي بيسمعونا دلوقتي، المحبطين اللي يعني اللي مش شايفين اي حاجه خالص حلوه في الحياه، مش باصين لها حتى بالنظره نظره التفاؤل او الامل اللي انت باصه للحياه بيها، رسالتك ايه ليهم بقى؟ وعموما في بنات، والبنات دي صحابي وبيتفرجوا عليا دلوقتي، تمام، دخلوا الكليه اللي هما مش حابينها، اللي هي حقوق، هي حقوق او ايا كانت يعني، او غيره، هما ايه سابوها طنشوها. قالوا طب ما احنا ذاكرنا كتير وربنا ما اديناش اللي هو اصلح لينا ولا اللي انا كنت عايزاه، ودلوقتي فعلا ما بيذاكروش. وانا عارفه اللي هما بيتفرجوا عليا دلوقتي ومكبرين دماغهم جدا، بس ده غلط. انا لما اثبت نفسي في الكليه واطلع منها حاجه هو ده الصح. كذا واحد يقول لي انت حاطه ايدك على كل حاجه وبتعملي حاجات كتير في نفس الوقت، ده حقد، معلش في الكلمه، ده حقد. في حاجه اسمها ربنا معاكي، تعرفي توفقي ما بين ده وده؟ بعرف اوفق بين كل حاجه، سبحان الله. انا بيجي عليا ايام الامتحانات دي ممكن ما انامش عادي عادي، عشان انا حباها، عشان انا حابه اللي انا اذاكر فيها وحابه اللي انا اعمل فيها، بس حابه اللي انا فيعني ما فيش حد ياخد اللي هو ما دخلش الكليه اللي هو مش عايزها يبقى خلاص الاحباط جاله، خلاص ما فيش امل، خلاص ده انا ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها، فكبر دماغي بقى كده كده احنا دخلنا كليه ايه يعني ملهاش، بس ما فيش كليه اسمها ملهاش لازمه، ما فيش كليه اسمها انا مش ههتم بيها. والدليل انت دلوقتي كنت في كليه كبيره وسبتيها ودخلتي كليه انت شايفه انك هتعملي فيها حاجه، وفي نفس الوقت تساعدني. كمان يعني في كام طريق جنب الكليه، عشان ما اعتمدتيش كمان على الكليه عشان دي هتساعدني. ما هو معلش يعني مثلا انا جبتها ازاي شركه الادويه دي، انا ما اروح اشتغل فيها دلوقتي، هشتغل ايه؟ هشتغل حاجه بسيطه. معلش انا لو الحقوق دي ما جبتش فيها درجه كويسه قوي وبقيت يعني اعمل ايه؟ هبقى محاميه، اقل حاجه محاميه. ماشي، طب ما انا ممكن اروح اشتغل فيها محاميه واقبض اكتر ما كنت بقبض في الاول. بس الناس مش بتفهم كده، الناس بتفهم ان الحقوق دي وحشه. بس والله 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 انا لو انا اهتميت بالحاجه اللي في ايديا لاعمل منها حاجه. صح،
نفس الزيت ده كان في ناس كتير محتاجينه، فانا قلت ايه، طب انا اجمع الاعشاب، ومع ذلك اعشاب ملهاش اي لازمه، يعني اعشاب ما لهاش علاقه بيه. كان ناقص لي عشب، يعني كان ناقص لي حاجه واحده بس واحطها فيه. انا ابتديت كل سبعه، يعني جمعت سبع منتجات على بعض وحطيتهم عليا، يعني سبع زيوت على بعض كده وحطيتهم على بعض، ما عملوش نتيجه. ابتديت ان انا اجيب زيت وعشبه واغليها واجيب ميتها وزيت تاني وزيت تاني، وابتديت ان انا انقط شيء بسيط عشان هي الازازه مجرد ازازه قد كده بس، قبل ما تتم الازازه بتعمل فايده. وان شاء الله اول ما تاخدي التصريح من وزاره الصحه ان شاء الله باذن تطلعي معانا باذن الله في حلقه تانيه، ونعلن عن اسم الزيت وعن مكوناته وعن كل حاجه خاصه بيه ان شاء الله باذن الله. تمام تمام. انا اتشرفت بيكي جدا يا اميره ونورتينا النهارده، ويعني ميعاد حلقتنا خلصت، بس انا كان نفسي ان انا اقعد معاكي فتره اطول من كده. وانا والله ان شاء الله باذن الله حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله نستناك حلقه ثانيه، واكيد اخد التصريح من وزاره الصحه واطلع باذن الله اعرض المنتج ان شاء تمام. الله. والاكونت بتاع الصفحه بتاعتي او يعني عامه رقم التواصل بتاعك على الشاشه، اللي محتاجه اميره في اي حاجه خاصه بالشعر، خاصه بالبشره، خاصه بالتخسيس، بالتدخين، اي حاجه. ويعني اميره ما شاء الله مجربه كل حاجه وثقه، اتواصلوا معاها على الرقم اللي على الشاشه دلوقتي. ويا جماعه قولي الرقم يا اميره. 010 تمام 62400793. تمام. ويا جماعه اللي هو المحتوى بتاعت الفلوس بتاعته مش 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 مساعداه لو يعمل كده، يتصل بيا وانا هساعده في تخسيس، نحافه، شعر، بشره، اي حاجه، يتصل بيا وانا هساعده في اي حاجه ومن البيت. يعني ده تطوعا منك. طبعا مني طبعا. بدون مقابل. طبعا، وبالذات يا جماعه التخسيس. ماشي يا اميره. هتشرفنا بيكي جدا والله يا اميره، وان شاء الله لينا حلقه ثانيه نعلن فيها عن اسم الزيت وعن باقي الزيوت اللي انت يعني ماشيه فيها دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. والنهارده انتهت حلقتنا، وشكرا لمشاهدينا الكرام، وان شاء الله نقابلكم في حلقه ثانيه وبعنوان ثاني مع ضيفه ثانيه. شكرا، مع السلامه.